الفيلم يبدا مع مرأة كانت واقفة في محطة المترو وكانت تشوف مع تليفونها، وبعدها نزلت للسكة وبدأت تتمشى داخل النفق، ولما وصلت لرقم معين كان مكتوب في الحيط وهو نفس الرقم اللي مكتوب في تليفونها، شافت المترو جاي عندها وبدأت تجري باش تهرب منه، وقدرت تقفز للسكة الثانية اللي كانت فارغة بصعوبة، ولكن فرحتها ما اكتملتش لما جاء المترو في السكة الثانية وماتت. ونروحوا لماكس اللي كان في تايلاند ويكون يشتغل خبير أمن معلومات في شركة كبيرة. خرج من الشركة وحجز تذكرة الطيران للعودة وراح للفندق اللي ساكن فيه، ولما دخل الفندق قالت له موظفة الاستقبال انه عنده طرد وصله عن طريق البريد. طلع للغرفة ولما فتح الطرد لقى داخله تليفون، ولما شغله وصلته رسالة من مجهول مكتوب فيها علاش راك مستعجل للعودة، وقالت له ارجع في اخر الاسبوع. وفعلا ماكس اتصل بالوكالة وغير تاريخ الرحلة تاعو، وفي اليوم اللي بعدها شاف خبر سقوط الطائرة اللي كان حجز فيها وكل الركاب اللي كانوا فيها ماتوا. وبعد شوي وصلته رسالة اخرى قالت له يشري اسهم في شركة سايزر، لكنه تجاهل الرسالة وما اهتمش بها. وراح لموظفة الاستقبال وقال لها اشكري مديرك على الرسائل اللي انها انقذت حياتي، ولكن الموظفة ما يكون عندها حتى فكرة على الشي اللي قالوا واعتذرت منه. طلع ماكس للغرفة تاعه وبدأ يحكي في التليفون، وفجأة شاف خبر في التلفزيون انه شركة سايزر ربحت اموال كثيرة وارتفعت الاسهم تاعها. ولما رجع للفندق وخلال حديثه مع موظفة الاستقبال وصلته رسالة اخرى طلبت منه يسافر للتشيك، حجز طيارة وراح. ولما وصل جاه يوري سائق تاكسي روسي، ولما شاف التليفون في يده قال له اذا تحتاج اي حاجة في هاكر تليفونات اتصل بيا، لانه يوري يكون هاكر محترف في هذا المجال. وصل ماكس للفندق وحجز جناح كامل ليه، وبعد شوي وصلته رسالة طلبت منه يلعب القمار على الجهاز 13. راح ماكس للكازينو ولقى واحد يلعب في الجهاز 13، ولانه الرسالة اعطاته وقت محدد يلعب فيه خرج 100 اورو واعطاها للشخص اللي كان في مكانه باش يخليه يلعب. فرح الشخص اللي كان يلعب ورجع لصديقته، وهنا ماكس بضغطة زر واحدة ربح الجائزة اللي هي 100,000 اورو. وصديقة الرجل اللي كان يلعب قبله حست بغباء صديقها واعطته كف لانه ضيع فرصة العمر. وفي نفس الوقت يكون رجال امن الكازينو يتفرجوا على ماكس وعملوا بحث عليه لكن ما لقوا حتى حاجة غير عادية. ولما راح ماكس باش يسحب النقود جاته رسالة اخرى باش يروح لطاولة القمار ويراهن بكل شيء اللي ربحوا، وطبعا الامن يكون يراقب فيه وشافوا انه يقرا في رسائل على التليفون. وربح ماكس مرة اخرى، جاه الحارس وقال له ممنوع استخدام التليفون، وهنا قال له ماكس انه مغلوق. وبعدها اتصل ماكس بيوري وطلب مساعدته في انه يخلي الرسائل اللي جيه تكون صوتية، يعني يسمعها بدون ما يخرج التليفون من جيبه ويقراها. قال له يوري بعد نص ساعة يكون عنده. وفي وقت الانتظار تلاقى ماكس مع شابة جميلة اسمها كاميلا، وهو يحكي معاها جاء حبيبها وتشاجر معاها، ولما دخل ماكس بينهم ضربوا حبيبها واغمى عليه، ويظهر انهم عملوا خدعة باش يشوفوا تليفون ماكس ويعرفوا شكون يتواصل معاه. وبعدها فاق ماكس ولقى كاميلا قدامه وعرضها على قهوة، وهما يحكي واتصل به يوري وقال له انه وصل للفندق، نزل عنده ماكس واعطاه التليفون، وفعلا قدر يوري يحول الرسائل النصية لرسائل صوتية، واعطاه سماعة اذن بعد ما دفع له ماكس 500 اورو، وبعدها جاته رسالة باش يروح للجناح الشرقي في الكازينو، وكالعادة الامن تاع الكازينو كان يراقب في ماكس، وبدا ماكس يلعب في لعبة الجائزة تاعها 3 مليون اورو، ولما ربح الجائزة جاه الامن وبداو يجري وراه، وهو يهرب منهم خرج له العميل جرانت من الاف بي اي، وضربه وطاح في الارض، حبسوه داخل المخزن، ولما حاول جرانت ياخذ ماكس، منعه رئيس امن الكازينو، وقال له انه السرقة تمت داخل الكازينو، وهما المسؤولين عليه، لكن جرانت ألح باش ياخذوا معاه، راح جرانت ومعاه ماكس الجراج قديم، وبدا جرانت يسقسي في ماكس على التليفون ويهدد فيه، ولكن ماكس قال لهم انه ما يعرفش شكون يتصل به، وهنا ضرب جرانت رصاصة في الهواء، وقال له راني مصدقك. وبعدها جاء رئيس الامن جون وطلب يدخل مع جرانت في القضية، وهنا بدأ جرانت يقول لهم على معلومات بخصوص التليفون، وانه الناس اللي يجيهم التليفون يربحوا نقود بشرط يعملوا اشياء لصالح صاحب التليفون، وفي الاخير كل الناس اللي وصلهم تليفون يموتوا، وقرروا اما ماكس يتعاون معاهم او يحبسوه بتهمة النصب والاحتيال، وخلاه جرانت يفكر وخذ التليفون منه. وبعدها اتصل بمدير وكالة الامن القومي وقال له انه مسك ماكس، ولكن لحد اللحظة ما كانش معلومات على اللي يبعث الرسائل. وجون مدير امن الكازينو راح لمستر مولار صاحب الكازينو اللي بدا يوبخ فيه لانه الكازينو يتسرق وهو يتفرج، وقال له لازم يعرف الشخص اللي وراه هذه العملية. في نفس الوقت اتصلت كاميلا بماكس وقالت له يتلاقاو في الكازينو، وهنا بدا ماكس يشرح لها في طريقة شغله الصعب. وبعدها جاه واحد من رجال الامن وخذاه لجرانت وجون اللي طلبوا منه يكمل يلعب باش يوصلوا للمتحكم فيه. راح ماكس للكازينو وشعل التليفون، وهنا جاته رسالة باش يروح يلعب بلاك جاك. قعد في الكرسي رقم 5 وبدا يلعب، وطبعا الامن القومي يراقب فيه وكانوا يحاولوا يحددوا مكان الرسائل. راهن ماكس بكل النقود كيما طلبت منه الرسائل، ولما بقات رسالة واحدة فقط باش الامن القومي يقدر يحدد مكان المرسل ما وصلتوش الرسالة، وخسر ماكس كل النقود. وبعدها جاته رسالة تقول هذا كان تحذير، ولو غلقت التليفون مرة أخرى راح نقتلك. وفي هذا الوقت رئيس الأمن القومي لغى العملية فورا وغلقوا أجهزة التعقب، وقال لجرانت أنه اللي يبعث في الرسائل يستخدم وكالة الأمن القومي، وعرفوا أنهم مخترقين. رجع ماكس للغرفة وبدأ يتعشى مع كاميلا، وجات رسالة في التليفون اللي كان عند جرانت فيها عنوان، راحوا باش يمسكوا المسؤول على الرسالة ويمسكوا شخص آخر حتى هو توصلوا رسائل من نفس
النوع، ولكنهم تأخروا والشخص هذا تقتل في حادث سيارتين. وماكس مازال مع كاميلا ويتمتع بلحظاته، وكان يستخدم في اللابتوب تاعها وكان يحكي لها على الأمن القومي، وهو يحكي قربت منه كاميلا وقالت له أنه من أمها. تفاجئ ماكس وقال لها منين عرفتي، وهنا عرف أنه كاميلا تشتغل معهم، وهي تحكي شافت من النافذة قناص يحاول يقتلهم وبدأوا يزحفوا في الأرض باش يهربوا، وطلع لهم زوج من رجال الأمن القومي وبدأوا يطلقوا عليهم في النار، وتصابت كاميلا في ذراعها ولكن قدرت تقتل واحد فيهم، وتخبت من الثاني هي وماكس، ولكن واضح أنه كاميلا مقاتلة محترفة لأنها قدرت تقتل الرجل الثاني بسهولة. وفي نفس الوقت وصلت رسالة لرئيس الأمن القومي تقول أنه ماكس هرب، والعميل جرانت هز التليفون تاع الرجل اللي مات ولقى فيه رسالة تقول راني نشوف فيك يا جرانت وراح نقتلك لو ما مديتش التليفون هذا لماكس. وجون في هذا الوقت خذا كاميلا وماكس معه وقال لهم لازم نشتغلوا وحدنا بدون علم الأمن القومي. وهنا قال ماكس لجون أنه يوري سائق تاكسي يقدر يساعدهم ولازم يروحوا لموسكو بسرعة، وقال له إذا ما حبيتش تروح نروح وحدي. ولما نزلوا تفكر ماكس أنه ما عندوش تليفون، ولكن جون قال له أنه عمل نسخة للخط. راح ماكس وجون لموسكو ونشوفوا الأمن القومي مازال يراقب فيهم وعرفوا مكانهم، وراح جون وماكس ليوري ولكن جون ما يكونش واثق فيه وشك أنه هو اللي يبعث في الرسائل. خلاو الشريحة مع يوري وخرجوا يتمشوا في موسكو، وبعد ما رجعوا ليوري قال لهم أنه عرف مصدر الرسائل ولقى أنها السبب في وقوع الطائرة 44، وقال له أنها تراقب كل الأماكن في العالم. وهنا شافوا الأمن جاهم من خلال كاميرات وهربوا، وبدأت عملية مطاردة في شوارع موسكو، ويظهر أنه جون خبير في السياقة وقدر يقلب سيارة من وراه وفجر السيارة الثانية اللي كانت تطارد فيهم واللي يكون فيها جرانت، ولكن جرانت خرج منها في آخر ثانية. راح عنده ماكس وخذ التليفون منه، ولما كانوا يهددوا فيه قال لهم جرانت أنه إيشيلون هي المسؤولة عن هذا الشيء، وقال لماكس لازم يثق فيه ويطلق رصاصة في الهواء، نفس الشيء اللي عملوا معه جرانت من قبل. وبعدها قال له ماكس أنه وثق فيه. وهنا وصلته رسالة في التليفون فيها عنوان لازم يروحوا له، ولما وصلوا لهذا العنوان فجروا الباب ودخلوا مع مجموعة كبيرة من الشرطة، ولقوا أنها غرفة عمليات ولكنها فارغة. وهنا وصلتهم رسالة لتفعيل نظام بيوس، ويكون ماكس عارف الشيء المطلوب من الرسالة. وبعدها اتصل جرانت بمدير الأمن القومي باش يعطيه الإذن، ويكون ماكس ماهوش قادر يخترق الأجهزة، ولكن وصلت معلومات لجرانت أنه الشخص اللي كان يبعث في الرسائل لقوه، وللأسف لقوه ميت، وعرفوا أنه اسمه ستيوارت. وهنا قال جرانت للمحقق ياخذ الفريق تاعو من المكان، وجماعة الأمن القومي عرفوا أنه إيشيلون اختفى، تعصب منهم المدير وحس بالخيانة، وماكس وجون وجرانت بدأوا يحلوا في المعطيات، وكونوا فكرة على العملية وعرفوا أنه الشخص المسؤول على هذا الشيء حاب يخرج من وكالة الأمن القومي، ولما حاول ماكس يوقف الجهاز وصلته رسالة باش تمنعه، ولاحظ أن الشخص المجهول يحاول يسحب كل نقود الدولة. حاول ماكس يوقف العملية وجرانت اتصل برئيس الأمن القومي وقال له لازم نوقفوا عملية التحديث هذه، لكن الرئيس رفض وقال له هذه نقطة سوداء في الصفحة تاعي والبلد راح تكون في أمان أكثر بهذا الشكل. وهنا جات فكرة لماكس باش يوقف العملية، وفي هذا اللحظة قرر جرانت يرفض قرار الرئيس، ولكن الرئيس طلب من رجال الأمن تاعو يرجعوا يمسكوا جرانت واللي معاه. وفي هذا الوقت ماكس يكون مازال يحاول يحل المشكلة، وجرانت وجون يكونوا في معركة مع رجال الأمن القومي، وأخيرا نجح ماكس أنه يوقف عملية سحب الأموال في آخر لحظة. وبعدها دخلوا عندهم رجال الأمن القومي مسكوهم، ووصلت رسالة لمستر مولر مكتوب فيها أن المشكلة تحلت. وبعدها خرج ماكس وجون وجرانت من السجن، وتلاقى ماكس مع كاميلا اللي اعطته شيك بثلاثة مليون أورو وقالت له يبعد على مجال الكازينو ومشاكله. وفي هذه اللحظة وصلت رسالة فيها تهنئة وتقول له سلم لي على أمك، وعرف ماكس أنها من يوري سائق تاكسي، ويظهر أنه يوري هو المسؤول على كل شيء اللي صرا لأنه ضابط في وكالة الأمن الروسية. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الأفلام. سلام.